قطفت شوية ورد. داريا، شفتي لما طلعت لبرا من شوي؟ شفت بنت جمالها بياخد العقل. بحياتي كلها ما شفت مثل هالجمال. لازم بأسرع وقت أعرف مين بتكون. اهدى أخي، مو وقت هالشي، مو ناقصنا فضيحة تانية. نحن هلأ باجتماع شغل، وهذا الشغل كتير مهم لإلنا. لو سمحت. كنت عم دور عليكي لأنه الضيوف وصلوا. رجع على غرفتي. لا تخافي، ما رح يصير شي مو منيح لأني جنبك. عدلت البندين رقم 10 و 11 بالعقد النهائي، ما كانوا موجودين بالعقد اللي بعتناه. هاي زوجتك؟ تشرفت بمعرفتك. ما تعرفنا عليكي. جولبيري. مدام جولبيري. أمير بيك، بهنيك على الاختيار الموفق. تفضلوا خلينا نقعد على الطاولة، فينا نحكي ونحن عم ناكل. تفضلوا فيكن تبلشوا. صحة وهنا.
ممكن تناوليني الملح؟ ممكن تناوليني الملح؟ يسلم. فستانك حلو كتير، من وين شاريتي؟ والله بصراحة. ليش عجبك داريا خانم؟ صراحة بحب هالماركة كتير. قول بيري، برأيي لازم نشوفك بهالستايل كتير. ما بتتخيلي قديش لابق لك. هي بتحب تلبس شغلات أبسط من هيك. قصدي ما بتحب كتير الماركات، مو هيك قول بيري؟ أصلا المدام ما أنا بحاجة لهالشي بنوب، لأنه وقفتها وجسمها كتير مميز. برأيي خلينا نفوت بالموضوع بيكون أحسن. قريت مسودة العقد يلي بعت لها. جولبيري خانم، على فكرة كنتي ساكتة طول القعدة، إن شاء الله ما يكون صاير مشكلة. لا أبداً. أنت دائما هيك؟ رح لك شغلة، هي ما بتكون هيك لما تكون قاعدة بين رفقاتها وبين عيلتها. بعتقد هي ضلت ساكتة هلا لأنه هذا اجتماع عمل. عن إذنكم فيكي تجي شوي.